بالفعل واللقاء الصحفي تركز أكثر حول تفاصيل أو توزيع ديال المباريات وتوزيع ديال اللقاءات، وبالتالي فحتى الأجوبة ديال الممثلين الثلاثة ديال الجامعات الإسبانية ولا المغربية ولا البرتغالية تفادوا دخول في بعض التفاصيل وخلوا الأمور إلى الوقت الحسم بعد نهاية يعني المرحلة الأولى في تقديم ديال الملفات وموافقة رسمية ديال الفيفا على احتضان هذا المونديال بقارات أمريكا إفريقيا وأوروبا، وبالتالي بين كل شيء بين هناك تفاهم على الخطوط العامة والخطوط العريضة لهذا الترشيح، وبالتالي التفاصيل اللي ربما تخلق نوع من الجدل فمتروكة إلى نهاية الحقبة الأولى، وبالتالي فهناك كذلك خطابات إيجابية وروح إيجابية كذلك وروح وحدوية حول ترشيح، والأساسي كذلك هو تقديم ملف قوي، تقديم ترشيح يعني لأول مرة في التظاهرة، وتمنوا فعلا غادي يكون نجاح حليفة. شكرا. أعتقد أن اليوم كانت واحدة من الخطوات التاريخية في على درب تفعيل الترشيح المغربي الإسباني والبرتغالي لتنظيم نهائية كأس العالم. الكل يعرف على أن هناك خريطة طريق مفروضة من طرف الفيفا كتفرض بعد الإعلان من قبل مجلس الفيفا على أنه الملف المغربي الإسباني البرتغالي بات ملفا واحدا مرشحا لتنظيم نهائية كأس العالم، ولكن مع ذلك هناك خطوات يجب قطعها. أعتقد أن الخطوة الأولى أنجزت اليوم بتقديم خطاب النوايا من طرف رؤساء الجامعات للتوقيع على خطاب النوايا، وبعد ذلك ستتلوها إن شاء الله خطوة أخرى على درب تفعيل هذا الترشيح، علما أن المصادقة عليه في النهاية ستكون إن شاء الله في نهاية سنة 2024 من قبل الجمعية العمومية للفيفا، ولكن أتصور على أن قطار الترشيح المشترك أخذ طريقه وإن شاء الله سينجز في القريب العاجل ليقدم المغرب وإسبانيا والبرتغال مونديالا تاريخيا غير مسبوق على مستوى كأس العالم، خاصة وهو يحتفل بمئويته الأولى. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.